مبدع سيد ثمانيني يعتبرونه أهل زلفي جدا لهم، وقد بنى بيته من دون باب من أجل أن يجتمعوا في هذا البيت كل يوم. أبو بداح ليس جد أهل الزلفي فقط، بل إنه يحترف لعبة البلوت. أحمد العثمان يعرفنا عليه أكثر في هذا التقرير، دعونا نتابع. لا يكاد أحد يمر من هذا الطريق في محافظة الزلفي إلا ويستوقفه هذا المنزل الذي بني من دون باب. دعونا نتعرف على صاحب المنزل ومجلسه. يا هلا والله ومرحبا، هذه والله الشيخ الباركة، هذه والله الشيخ الباركة، يا هلا والله. يتسع صدر هذا الرجل الثمانيني لكل المارة من أمام مجلسه ليرحب بهم في كل وقت، جاعلا مهنته إكرام عابر السبيل. المجلس هذا أول معشيش، ما بعد معشش نسميه معشش، والضم مشبوب تمه، والرجال اللي يدخلون يظهرون من بعيد ومن قريب طال عمرك، ولا في البيبان أبد من أصغر 100 سنة ما هذا باب، حتى لا مت العيال معلم هو صيهم انه ما يركب باب، ويبي ياخذون رصاصي، وعيال العيال يستانسون وما مبسوطين، يجون من قاعدين ويدلون يجون كل يوم. يبا هو اللقب الذي اعتاد اهالي الزلفي ان ينادوا به ابو بداح، حيث يعتبرونه جدا لهم ويجتمع معظمهم عنده كل يوم. أصبح الآن يبا سمة له، أو بالأحرى معرف لاسمه، يعني عندما يقال عبد الرحمن أبداح يقال يبا، فأصبحت معروفة عند الجميع سواء من الزلفي أو من خارج الزلفي باسم يبا، إذا قيل يبا ارتبط اسمه مباشرة به. أنا من أحفاد عبد الرحمن الوالد أبو أبداح، والله يوصينا يقول لا أحد يسكر الباب أبدا، الباب اجعلوه مفتوح حتى بعد عمر طويل، يقول لا يسكر الباب، وصية هذه لكم، وهالمكان هذا وقف مرة للضيوف وللقريب وللبعيد، وهو مجلس أهل الزلفي. يحترف أبو بداح لعبة البلوت منذ سن الشباب، وبات يلعب مع أحفاده موفرا لهم أجواء ترفيهية داخل مجلسه. ل30 سنة نلعب البلوت، وقبل نلعب الجوكر والطلب وراح الحين بطل البلوت يوم جي، ونلعب على معزة طال عمرك، لا به زعل ولا به رجال. لكن من تلعب معه الحين؟ الحين خليناه. انت بتلعب مع عيالك واحفادك؟ والله اذا صار يبون تكمل كملنا ورضيناهم. مع كل عابر سبيل يستوقفه هذا المجلس، يزداد تعلق أبو بداح بفكرته أن تبنى مجالس استقبال الضيوف دون أبواب. أحمد العثمان، NBC الزلفي.